السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ طيب قبل ما نبدأ الفيديو كده واخبارنا النهاردة عن نادي الزمالك، اتمنى تعملوا لايك واشتراك علشان يوصل لكم كل جديد من هذا المحتوى. اللايك بيدعمنا والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد من هذا المحتوى لو عجبكم الفيديو. طبعا النهاردة يا جماعة زي كل مرة الايام اللي مفيهاش مباريات بننزل بالاخبار بتاعت النادي اليومية. طبعا هنخش على طول كده في الاخبار بتاعت، هنبدأ كده بفرجان الساسي واللي بيقرأ وهل حدث الهلال السعودي يتعاقد معاه ولا لا. طبعا يا جماعة الهلال السعودي زي ما شفتوا الايام اللي فاتت بيقول انه هيتعاقد مع كينو ومع فرجان الساسي، لا الكلام ده غلط يا جماعة. اوضح نزار عوض اللي هو بتاع نادي الهلال السوداني كلم انه النادي عاوز يجيب صفقات وعلشان يدعم الفريق بتاعه، واتكلم عن النقطة اللي هي تواصل السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي اللي منزله بيقول انه هيتعاقد مع كينو، وامبارح من امبارح لحد النهاردة كده بيقول انه هيتعاقد مع فرجان الساسي، وهو طلع ايوه وقال انه الكلام ده غلط، ما حصلش، ما فيش حاجة من اللي حصل ده، هو فعلا هم عاوزين يدعموا الخطوط بتاعتهم، وكمان بس ما قالوش انهم محتاجين فرجان الساسي. ولكن احنا دلوقتي ما لناش دعوه بكينو، بس انا بتكلم على فرجان الساسي دلوقتي. فرجان الساسي نهايته اخر الموسم، فاحنا دلوقتي لازم جاله عرضين، الهلال السعودي طلع وقال انه ما حصلش كده، وبيراميدز اتقدم بعرض بس ما مش اساسي برضو. فاحنا ليه نستنى لحد ما يجي فريق وياخد اللاعب، وكمان لا ناخد منه فلوس ولا اي حاجة، ومش هنستفاد من اللاعب في اخر الموسم. طيب ما احنا دلوقتي بيراميدز لو عاوزه نخش في صفقة تبادلية بينه وبين دونجا. دونجا لاعب كبير وهيفرق مع النادي، هيكون عندنا امام عاشور على بال ما دونجا ياخد على النادي وياخد على اللعيبة وينزل معانا. لا بصوا ده اقتراح يا جماعة علشان محدش ينتقدني في الكومنتات ويقول لي فرجاني ملوش بديل. هو ملوش بديل، بس هو مش عايز يجدد، يبقى احنا ناخد اللي يلزمنا، مش عاوزين اللي ما يلزمناش، تمام؟ فيعني لو فرجانا هيمشي هيروح اي نادي، فاحنا يستحسن لنا او هيوقع لبيراميدز يروح بيراميدز وناخد صفقة تبادلية بينه وبين دونجا. وطبعا كمان فرجاني اغلى من دونجا، فهناخد فلوس وهناخد دونجا ان شاء الله باذن الله. يلا نخش على اللي بعده، مصطفى محمد. دلوقتي مصطفى محمد يا جماعة انتهت الصفقة بتاعته مع سانت ايتان، فالمفروض الايام دي ندعمه، وعلشان هو هيبقى الاساسي زي ما كان في الاول في نادي الزمالك، فياريت ندعمه علشان يرجع ويحافظ على لياقته البدنية من تاني ويرجع يبقى احسن مهاجم في مصر زي ما هو، علشان ثقته ما تقلش في نفسه بالانتقادات اللي بتعملها الجماهير يا جماعة. فعايزين احنا ندعمه كتير كتير، وانا هسيب لكم رابط الاكونت الفيس بتاعه في الديسكريبشن، يا ريت تخشوا تقولوا له كلام حلو يا جماعه وتعرفوه انه في جمهور وراه وكده، وعاوزين فرجان كمان يجدد. هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن، يا ريت الناس تدخل تقول له زي احمد جعفر كده، الجماهير فضلت تقول له جدد 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 جدد، فجدد على بياض بعد الماتش على طول. فاحنا عاوزين نسخن فرجان الساسي ان احنا بنحبه ويعرف كده علشان يجدد، وكمان هو بيحب النادي. يلا بينا نشوف اللي بعده، بس اهم حاجه ندعم مصطفى محمد، علشان هو دلوقتي يا جماعه منزل تويتر على التويتر بتاعه قايل مفيش حد ما بيتجرحش، فهو نفسيا تعبان علشان هو كان هيحترفه كده.
يلا بينا نشوف اللي بعده ونشوف الكابتن ايمن يونس عليه. مسؤولين نادي الزمالك وتبعهم الكابتن ايمن يونس قالوا واحد مصطفى محمد انه اي عروض هتجي له هيدرسوها كويس، ولو عرض يليق بيه ويليق بالنادي طبعا هيوافقوا عليه على طول، علشان مصطفى محمد يا جماعة في حالة بتسوء يعني الايام دي، بسبب انه هو كان عاوز يحترف وكان متعلق بالاحتراف انه يروح الدوري الفرنسي وكده، بس ربنا ما وفقهوش. فنادي الزمالك وعدوه، المسؤولين بتوعه وعدوه انه اي عرض هيجيله هيدرسوه كويس، وان شاء الله باذن الله العرض لو كان مناسب ليه وللنادي هيحترف. يلا نشوف اللي بعد. طلبت ادارة نادي الزمالك من الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصلحي بفلوس اعارة محمد صبحي لنادي الاتحاد، طبعا اللي هي 2 مليون جنيه. محمد صبحي طالع اعارة يا جماعة، علشان محمد صبحي طالع اعارة علشان يروح المنتخب، ف النادي ليه 2 مليون جنيه، فالنادي بيلم الفلوس اللي ليه وبيدي اللي عليه، علشان يا جماعة النادي والصفقات اللي هيعوز انه يجيبها الايام الجاية او اللي خلص معاها بس لسه ما اعلنش عنها، زي صفقة امبي اللي هي اسامة جلال مدافع امبي، دي صفقة جميلة جدا يا جماعة، وانا اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، لو انت ما شفتش الفيديو اتمنى تشوفه وتعمل لايك واشتراك للفيديو ده علشان تشوف كل الفيديوهات ان شاء الله باذن الله ويجي لك اشعار. يلا نكمل الفيديو. نادي الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع المهاجم حسام حسن مهاجم نادي سموحة لزيادة الفلوس او الاموال بتاعته يا جماعة 40 مليون جنيه، وكمان عندنا مهاجم مصطفى محمد خلاص مش هيحترف، وعندنا اسامة فيصل لاعب تقيل برضو في الملعب بس عاوز ياخد الثقة شوية، بس لازم يجي مهاجم لو مصطفى محمد هيطلع، لو جاله عرض تاني مصطفى محمد هيمشي، فلازم يجي مهاجم مع اسامة فيصل علشان افريقيا. ده بند. تاني بند اللي هو باسم مرسي مهاجم الانتاج ومهاجم نادي الزمالك السابق. باسم مرسي يا جماعة باتشيكو رغبته انه يجي مهاجم اقوى من باسم مرسي، باتشيكو يمنع اسامة فيصل وحسام اشرف واحمد عيد من المشاركة مع ناشئين الزمالك لاحتياج النادي اليهم احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو انا كل فيديو لازم بيجي احمد سيد زيزو معايا في الفيديو. طيب ليه مشكلة احمد سيد زيزو؟ احمد زيزو بتطلع عليه تصريحات بتخليني اني انزل عليه فيديو كل مرة وبنفي الكلام ده كله. احمد سيد زيزو باقي مع نادي الزمالك، والايام الجاية ان شاء الله باذن الله هتشوفه في الملعب دايما، مش هيقعد دكة خالص وهيكون رجع للياقته البدنية. والكلام اللي بيحصل ده يا ريت ندعمه يا جماعة، لانه الكلام اللي بيحصل ده بيزن على ودانه مش بيخليه يعرف يركز في الملعب، زي ما شفته في ماتش المصري كان كنا ضايعين خالص لولا جاءت قذيفة امام عاشور المدفعجي، طبعا لولا الهدف ده احنا كنا هنتعادل، كنا ننقص نقطتين، كان زماننا 14 نقطة. فيعني يا ريت نستمر على كده وندعم اللعيبة يا جماعة على كده. وأحمد سيد زيزو يا جماعة قفل ملف المفاوضات مع العين الإماراتي، وكمان نادي الزمالك قفل المفاوضات مع أي لاعب في نادي الزمالك علشان يرجعوا لتركيزهم، اي لاعب خارج تركيزه يعني يرجع للتركيز بتاعه القديم، علشان في لاعيبه ما بتبقاش مركزه في اللعب وما بتعرفش ترفع عرضيات زي احمد عيد، كانت خطوبته الايام اللي فاتت والكلام ده، فما كانش ينزل، كان ينزل حمزه المسلوسي او ينزل حازم امام علشان مش مركز. فاحنا عايزين ندعم اللاعيبه يا جماعه علشان تقدر انها تقفل الخطوط ونقدر نهدف وناخد صدارة الدوري ان شاء الله باذن الله والدوري الزمالكاوي. باتشيكو يرفض الاستغناء عن حميد احداد. طيب
ليه باتشيكو رفض الاستغناء عن حامد احداد، مع انه الناس بتقول ده بيضيع اهداف، ده مش عارف ايه، ده بيعمل زي مروان محسن، الكلام ده صح؟ لا يا جماعه، هو شايف ليه وجهه نظر في اللعب، تمام؟ انت مش واخد بالك منها، يعني انت عايز فريقك يكسب، لازم الكوره كل ما تيجي للمهاجم يحطها في الجون، تمام؟ بس اللاعب مش قادر انه يعمل كده، فهو قعده دكه وما نزلوش الماتشات اللي فاتت. اول ما هيرجع يا جماعه للياقته البدنيه والحاله النفسيه اللي هي تخليه انه يلعب فهينزل. يا ريت يا جماعه ندعم اللعيبه وما ننتقدش حد فيهم، علشان اللعيبة يا جماعة تركز في الماتشات الجاية. وكده هيكون خلص الفيديو بتاعنا، ياريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك علشان يوصل لكم كل جديد من هذا المحتوى.